أهلا بكم من جديد وجولة جديدة في الصحافة العالمية. البداية من صحيفة الاندبندنت ونقرأ منها تحت عنوان مجلس العموم لابد أن يصوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. اهتمت الصحيفة في افتتاحيتها بالتصويت المرتقب بشأن مقترح للاعتراف بدولة فلسطين بعد غد الاثنين، حيث قالت الصحيفة إنه من الضروري أن يتم التصويت لمصلحة المقترح الذي قد يعتبر الأمل الوحيد الباقي لتحقيق حل الدولتين وأبسط الحلول العادلة للأزمة. وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على بريطانيا ألا تستجيب لضغط الرفض الإسرائيلي والأمريكي بالتبعية للاعتراف بدولة فلسطين كما حدث سابقا مع السويد، لأن المبرر الوحيد الذي سيسوقونه سيكون متعلقا بأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون سوى بالمفاوضات المباشرة، وهو ما أثبت فشله على مدى عشرات السنوات الماضية. صحيفة الجارديان أيضا سلطت الضوء على تصويت مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، وقالت تحت عنوان حان وقت الاعتراف بدولة فلسطين، وجاء فيها إن إعلان رئيس وزراء إسرائيل الأسبوع الماضي بناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية خطوة سلبية تماما تجاه مساعي السلام، ويسرع من أهمية إقرار حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية لإجراء مفاوضات حقيقية بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من 15 عاما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكانت بريطانيا جزءا من تلك الآراء، في حين جلبت إسرائيل في هذه الفترة أكثر من 600 ألف إسرائيلي بالمستوطنات غير الشرعية لتقويض قيام دولة فلسطينية في ظل التقاعس الغربي. وأكدت الجارديان عدم شرعية الاستيطان والجدار العازل وهدم منازل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، لافتة إلى أن بريطانيا عليها الآن الالتزام بواجبها الشرعي تجاه القضية الفلسطينية والانضمام إلى السويد و134 دولة أخرى حول العالم اعترفوا فعليا بدولة فلسطين. انتقلتنا التالية إلى صحيفة واشنطن بوست ونطالع فيها تحت عنوان إرهابي داعش يهددون محافظة الأنبار. قالت الصحيفة إن تسارع وتيرة الاشتباكات التي تدور في محافظة الأنبار بين إرهابي داعش والقوات الأمنية بالرغم من الضربات الجوية التي يشنها طيران التحالف الدولي ينذر بتهديد كبير باتجاه العاصمة العراقية بغداد. وأضافت الصحيفة أن فوز إرهابي داعش بمحافظة الأنبار سيمنحهم السيطرة على واحدة من أهم السدود وهو سد حذيفة، إضافة إلى العديد من منشآت الجيش الكبيرة التي يحتمل أن توفر مخزونا كبيرا من الأسلحة، كما أن ذلك سيسمح لهم بإنشاء خط إمداد من سوريا إلى الأنبار لتكون منطلقا لتنفيذ هجمات إرهابية داخل العاصمة. وطالبت الصحيفة طيران التحالف الدولي بتركيز ضرباته الجوية على إرهابي داعش في الأنبار وعدم الاهتمام فقط بما يجري في مدينة كوباني السورية. ننتقل الآن إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونقرأ منها تحت عنوان داعش يعزز تقدمه في كوباني الكردية. قالت الصحيفة إن وابل ضربات التحالف الدولي على مواقع وأهداف تنظيم داعش لم يتمكن من وقف زحفه على مدينة كوباني سوريا بعدما تمكن التنظيم من السيطرة على المربع الأمني في المدينة مدعوما بدبابات ومدرعات ومدفعية وأسلحة مضادة للطائرات. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأتراك بدأوا مناقشة عما إذا كان يجب عليهم القيام بدور لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي وعدم الاكتفاء باصطفاف الدبابات التركية على الحدود تحسبا لأي توغل من قبل إرهابي داعش. وترى الصحيفة أن تركيا لا تريد المبادرة إلى أي إجراء فعلي على الأرض قبل حسم التفاوض مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة حول ثمن هذا التدخل، مقدمة شروطها ثلاثة وهي منطقة عازلة وحظر للطيران وتدريب للمعارضة السورية، مضيفة أن أنقرة تعرف أكثر من أي طرف آخر أن بإمكانها فرض شروطها فقط قبل التدخل.
ومن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية نرصد مقالا تحت عنوان استراتيجية أوباما في العراق وسوريا في تراجع منذ يونيو. أشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يواجه انتقادات تشي بعجز التحالف الدولي عن إيقاف تقدم مسلح تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا، وأن مواصلة التنظيم هجماته تكشف عن عدم فاعلية الغارات الجوية في تحقيق أهداف التحالف الدولي المتمثلة في إضعافه وإلحاق الهزيمة به. وأوضحت الصحيفة أن عجز التحالف يثير شكوكا بمدى جدوى اعتماد الرئيس أوباما على الغارات الجوية وحدها لإلحاق الهزيمة بالتنظيم، وذلك بسبب المهارات العسكرية لدى مسلح داعش والطريقة التي يقاتلون بها. وأشارت الصحيفة إلى ضرورة نشر قوات برية لمقاتلة مسلح تنظيم الدولة، وأن الحملة الجوية على سوريا قد جاءت متأخرة بشكل كبير مما سمح لتنظيم الدولة بتعزيز قوته ونفوذه. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا الصحفية لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.